مشاهدينا الكرام حياكم الله حلقه جديده من برنامج معنيون في هذه الحلقه سنتحدث عن الواقع الرياضي بوادي وصحراء حضرموت، ضيف حلقتي الاستاذ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب والرياضه بوادي وصحراء حضرموت، اهلا بك استاذ رياض. اهلا وسهلا في البدايه استاذ رياض نتحدث انا وانت عن الخطط والمشاريع المزمع اقامتها بوادي وصحراء حضرموت للسنه الجديده كونا في بدايتها. أولاً أحييكم على هذه الاستضافة في قناة حضرموت الرسمية. حقيقة نحن في مكتب وزارة الشباب والرياضة وخلال الأيام الماضية مع فريق العمل اعتكفنا على إعداد خطة واتجاهات معينة نحو العام 21. وهناك بإذن الله سوف تقام فعاليات وبالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية بوادي وصحراء حضرموت. مهتمين جدا وكثير حريصين مع على شبابنا ان نقدم لهم ما هو اجمل بحكم ان العام 2020 كانت هناك جائحه كورونا والتي القت بظلالها واثرت يعني سلبا على مستوى الرياضه بل على مستوى الفعاليات في الوطن بشكل عام. عددنا موازنات تشغيليه وعددنا موازنات عامه لدعم الانديه والاتحادات وقدمناها للجهات المعنيه في وزاره الشباب والرياضه والسلطه المحليه محافظة حضرموت على رأس الأخ المحافظ والحمد لله أنها لاقت قبول من الأخوة المعنيين وبإذن الله سوف سوف نقدم ما نستطيع عليه طبعا وفق إمكانياتنا جميل. لن نعد بالمستحيل ولكن بإذن الله سوف نقدم وفق الإمكانيات التي سوف تخدم شبابنا ومجتمعنا في وادي وصحراء حضرموت جميل أستاذ رياض بالتاكيد 2020 كانت سيئة بالنسبة للعالم بشكل عام، لكن بالتاكيد هناك إنجازات بوادي وصحراء حضرموت، أهم هذه الإنجازات التي مرت على العام 2020 طبعاً إحنا قدمنا في 2020 عدة فعاليات نظمها الاتحادات الرياضية بوادي حضرموت، ولكن هي في في الجزء الأخير من العام 20 لعلها اخرها الفعاليات التي اقيمت في مسابقات الكره الطائره ومسابقات الدوري الشباب وكذلك السباحه وكذلك الدريات الهوائيه وكذلك العاب القوه وكره اليد هذه ابرز الالعاب والتي حققت الكثير من الانديه بطولاتها وتاهلت على ضوها الى الى دوري وبطوله المحافظات المحرره. بالنسبه للتعاون بينكم وبين الاتحادات كما ذكرت كيف يتم التنظيم بينكم وبينهم آه، نحن ننسق آه، في خاصه في تنظيم الفعاليات اكيد يعني آه الاتحادات جزء لا يتجزا الشباب والرياضه ونحن في مكتب الشباب والرياضه بالوادي والصحراء يعني على قرب من بعضنا البعض وعلى تفاهم وتنسيق لنخرج الاحداث بشكل يليق بوادي وصحراء حضرموت ولعلها اخرها ما, ما تم في الدوري التنشيطي والكل يعرف كيفيه التنظيم الرائع الذي حصل عليه الوادي والصحراء وكانت هناك صوره جماليه ارتاح منها جميع المسؤولين الدوله كانت عقب ختام البطوله التي فاز بها شعب حضرموت اول ما وصلني اتصال من الاخ الوزير وزير الشباب والرياضه الاستاذ نايف البكري يهنئنا على نجاح البطوله في في سيون بالتحديد بوادي وصحراء حضرموت وكذلك اذا اشارت الاخ المحافظ والاخ الوكيل في كيفيه التنظيم وكيفيه استقبال تلك الوفود التي اتت من كل انحاء الجمهوريه لتلعب في سيون حاضنه حاضنة حاضنة هذه الالعاب حاضنة هذه البطولة والتي كانت مأمن وسيون احنا كنا نقولها ولا نقولها سيون الامن والسلام باذن الله. آه جميل وادي حضرموت مؤخرا اصبح آه قبله رياضيه آه لليمن بشكل عام حيث اقيمت فيه العديد من المناشط الرياضيه سواء كانت المحليه والدوليه آه الى ماذا سيضيف الى وادي حضرموت هذا هذه الفعاليات الدوليه والمحليه سواء كانت على المستوى المحلي او المستوى الدولي، الى ماذا سيضيف الى وادي حضرموت؟ طبعا نعم سيون مثل ما تكلمت هي قبلت لجميع الرياضيين بل قبلت لجميع الشباب في جميع انحاء الوطن، احتضنت سيون بطوله الملاكمه وهي حدث عالمي الكل شهادة والكل كان على اطلاع والحمد لله كان هناك انجاز يحسب لحضرموت خصوصا وللوطن اجمع في الملاكمه. كذلك في البطولات المحليه استضفنا الدوري التنشيطي في مدينه سيون وكان حدث مميز وكانت اعطت الجماهير الحضرميه رونق خاص البطولة ولعل ما شاهدته في استاد سيون لبي بحوالي 40 الف متفرج طبعا الاستاد يسعى ل 35 الف متفرج بالمدرجات ولكن بالمقاعد ولكن في عندما لا توجد هذه كان المشهد جميل بحضور الجمهور بهذه الكثافه ربما كانت المره الاولى التي يجتمع الجمهور بهذه الكثافه في سيئون واستاد سيئون نعم نعم ألف متفرج تحويها يحوي استاد سيئون بالمقاعد ولكن في ذلك اليوم اكثر من ألف متفرج بحكم لا توجد مقاعد كانت لوحه جماليه رائعه جدا اعطت انا بصراحه أن كنت في الرياض في الفترة الماضية وقدمت التقرير لمعالي الأخ الوزير فكانوا متواجدين بعض من الأخوة في راسة الوزراء وفي راسة الجمهورية فكلهم طلبوا التقرير وقالوا نشتي نسخة منه وبصراحة قالوا حدث بيض الوجه وشرف حضرموت وشرف الوطن عموما نعود كما ذكرت إلى الملاكمة، كيف كانت تحذيراتكم لبطولة الملاكمة في سيون؟ الملاكمة طبعا لا اخفيك طبعا هي في عهد المدير السابق الاستاذ علي بشعيب ولكن هناك تحضيرات كانت جميله جدا ورائعه اطلعنا عليها بحكم أن كنت مستشار مع المحافظ شؤون الشباب فكنا مطلعين على تلك تلك الترتيبات والحمد لله كانت ترتيبات رائعه جدا بمسانده من السلطه المحليه ووزاره الشباب والرياضه السلطه المحليه في محافظه حضرموت مثله بالاخ المحافظ والاخ الوكيل عصام حبريش يقدموا لنا الكثير والكثير لانجاح فعاليتنا. آه هناك في آه وادي حضرموت وفي محافظه حضرموت بشكل عام انديه قدمت مستويات مشرفه على مستوى الوطن كنادي شباب القطن كنادي البرق آه هل هناك توجه الى تكريم هذه الانديه وتحفيزها؟ نعم اولا دعوني هنا أبارك اللي باسمي شخصيا وباسم الجميع مكتب وزاره الشباب والرياضه بوادي حضرموت وكذلك كل الطرق الشبابيه والرياضيه بوادي حضرموت أن أبارك لنادي شبابيكا التحقيق وهو صيف بطولة كرة اليد لأبطال المحافظات المحررة التي أقيمت في عدن مؤخرا بمناسبة الذكرى 53 وكذلك لنادي البرق حصوله على مراكز متقدمة ومركز البطل في فئات الناشئين للدراجات الهوائية. نعم كنا قبل ايام مع الاخ المحافظ وكان استقبلهم الاخ المحافظ استقبال رائع جدا وحظيوا بالسلام على الاخ المحافظ وقدم لهم الدعم كنادي البر قدمت لهم اربع درايات احترافيه من فئات عالميه من من نوعيه عالميه سوف يشاركوا بهم في في السباقات القادمه وحسب طلبهم طبعا قيمه الدرايه الهوائيه تقريبا ألف دولار الواحده وهي دعم من المحافظ كذلك نادي شباب القطن اعتمد لهم مبلغ مليون ريال دعم لشباب النادي اضافه الى اناره الملعب ملعب كره اليد وكره الطائره في منشاه نادي شباب القطن هذا طبعا انا اتوجه باسم الناديين بالشكر والتقدير للاخ المحافظ اضافه الى انه سوف يكون لكم تكريم هناك في الوادي وقد تواصلنا مع الاخ الوكيل وهو يهني جميع الانديه في حينها عندما حققوا تلك البطولات وباذن الله قريبا سوف نكون في سيون وسيكون هناك ترتيبات ولقاءات بالاخوه في السلطه المحليه بسيون مثل بالاخ الوكيل عصام الكثيري. باذن الله. آه نعود او ندخل موضوع قدام اللاعبين على صعيد جميع الرياضات. هل هناك توجه الى تكريمهم؟ ايضا آه دعمهم في حاله المرض وما شابه لذلك؟ اولا طبعا هم آباءنا واخواننا الكبار من القدامى آه لابد ان تكون هناك لهم لفته وانا طبعا <applause> اقولها بكل صراحه احب هذه اللفتات ولعلها في لفته لمسه وفاء عندما كنت مدير عام لمديريه القطن عملنا لمسه وفاء لجميع المتقاعدين واسر المتوفين فكانت هي الاولى على تقريبا مستوى وادي حضرموت باشاده من الاخ الوكيل آه سام سعيد المنهالي كانت هي آه اولى اللبنات التي وضعت في تكريم المتقاعدين واسر المتوفين نحن باذن الله في مكتب وزاره الشباب والرياضه من ضمن اولوياتنا واهتمامنا ان نهتم بهذه الفئه المهمشه التي لم تحظى ربما في سابق والله اعلم بي آه بي بي بتكريم يليق بهم او باهتمام خاص، نحن ان شاء الله سوف نتدارس هذه الفكره بل انها في بالنا ولكن نشوف كيف نخرجها بالمخري الطيب والتي سوف يرفع من معنوياتهم اما بالنسبه للامراض فهذا شيء يعني الواحد يقدمه سواء كان في السلطه او في المنصب او غير المنصب نحن مهتمين بجميع شبابنا في امراضهم في علاجاتهم سواء من المكتب او اذا تطلب الامر لسفرهم الى الخارج فنحن نساعدهم سواء من السلطه المحليه او وزاره شباب الرياض او برضه حتى من التجار ورجال الخير ورجال يعني الناس الميسورين فهذا شيء يعني ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ان تقدم هذه الخدمه لهذه الفئه من المجتمع نحن باذن الله سوف نكون الى جانبهم وكذلك شبابنا نحفزهم على ان ان برضه اذا اذا حد عنده اصابه واذا حد مريض او عندها مرض يعني مزمن او اي حاجه كذا احنا على استعداد كامل ان احنا باذن الله ان احنا نقدم له جميع يد العون والمساعده. جميله مثل هذه اللفتات استاذ رياض بالتاكيد هم الاباء وهم الموجهين والمرشدين للنشأة الجديد وللشباب المتواجدين على الساحه الان. مشاهدينا الكرام نطلع وياكم فاصل ونعود اليكم. عدنا واياكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفي الاستاذ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب والرياضه بوادي وصحراء حضرموت. استاذ رياض منشاه نادي سيئون الاستثماريه افتتحها سياده اللواء الركن فريساني بحسن محافظ المحافظه خلال زيارته الاخيره الى الوادي ماذا تضيف او ماذا ستضيف هذه هذا الافتتاح او هذا التحويل منشاه نادي سيئون الاستثماريه؟ نعم كانت زيارة أخ المحافظ إلى وادي صحراء حضرموت في الأيام الماضية مثمرة جدا ومنشأة نادي سيون حقيقة تلك المنشأة التي طبعا من مخصص مبيعات النفط من السلطة المحلية بوادي حضرموت بتكلفة حوالي 130 ألف دولار هي سوف بإذن الله سوف تساهم في رفد النادي على النادي مديونية على النادي التزامات عملة هذه المنشأة وبإذن الله سوف نعمل الكثير من المنشآت لكثير من الأندية للنوادي الأخرى للنوادي الأخرى وإنما وإن هذه المنشأة. النواة الأولى وهذه الأساس الأول بأن بنية هذه المنشأة لكي يستفيد منها النادي في تعزيز موارده وكذلك في القضاء على الديون والقضاء على كل الالزامات التي عليه من فترات سابقه. نحن قبل ايام كنا اعلنا عن عن كيفيه الاستعيار هذه المحلات التجاريه في هذه المنشاه وقد تقدم الكثير من المستفيدين والذين عندهم سوف يقيموا فيها محلات تجاريه وغيرها فكنا على شفافيه وصراحه يعني تامه وامام الناس اعلنا عنها بانها تكون مزايده لم تحتكر او لم تكل نكلف بها لم اي لم تحتكر لاشخاص معينين او لم تحتكر تأخذ لاشخاص معين. نعم اعلنا عنها بمزايده امام الجميع يعني الكل يشوف هذه منشاه مقدمه من ثماني محلات بامكان اي واحد يتقدم لها فتقدموا لها الكثير من من المستثمرين وحطوا عروضهم وافتتحناها في يوم يعني طبعا الكل حاضر اللجنة كلها حاضرة رئيس النادي من ديوان الوكيل مننا من مكتب الشباب الرياض لجنة متكاملة أمام الجميع حضروا كل المتقدمين حضروا وفتحنا المضاريف أمامهم الكل شاهد ذلك ما في ما في اي ما في اي حاجه مخفيه عملتم بشفافيه حولنا. عملنا بشفافيه ما في اي حاجه مخفيه ولا ولا في اي حاجه مغالطه يعني نحن نريد يعني تتخيل أحدهم قدم عرض قليل يعني قليل جدا وقلنا له يا أخي ما يصلح هذا الكلام فهذه الساعة بدأت يعني من مبالغ بسيطة إلى مبالغ ما شاء الله الآن تقريبا حوالي إيجار جميع المحلات ثمانية ألف ريال سعودي شهريا هذه طبعا ستعزز من 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 موارد النادي وسوف تسدد عليهم تلك الالتزامات وسوف تساهم في يعني المشاركات للنادي وسوف تساهم في دعم الشباب في النادي عامل من, من الاخوه القائمين في نادي سيون على على راسهم الاخ رئيس النادي والاخوه في الهيئه الاداريه يعني ان ان كيفيه آلية تلك تلك المبالغ للاستفاده منها حتى باذن الله يحققوا انجازات لنادي سيون نحن اردنا ان يكون نادي سيون نادي في الواجهه فهو مثل واجهة واجهة وصحراء حضر بالتاكيد هو اللبنه الاولى لمشاريع اخرى قادمه للانديه الاخرى نعم نعم باذن الله نحن على خطتنا للمكتب سوف تكون هناك الكثير من المنشات الاستثماريه وسوف حددنا لها الزمن الـ 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 المعين لان تقام تلك المشاريع حقيقه بعض الانديه يكون ما عندها مواقع استثماريه طبعا على الشارع العام وكذا ولكن نحن نبحث برضه عن عن حلو عن حلول بديل حلو حلو لمواقع ممكن انها سواء كان هنا وهنا في الاخير نحن بقدر نستطيع كيف نوجد منشاه استثماريه سوف تعود بالنفع على النادي هذا او ذاك. ايضا بذكر المنشات بالتاكيد لكم توجه في الاعتناء بالمنشات الخاصه بالنوادي. ما هو توجهكم في هذا الجانب؟ اشكر الاخ المدير العام السابق في اهتمامه بهذه الخطط التي كانت تعتمل ايامه ونحن مشينا مكملين للجهود التي كان يبذلها الاخ المدير العام فليس الامر يعني مختصر على رياض الجهوري رياض الجهوري قدم وقدم لا انا فريق عمل من اول واحد من اصغر واحد المكتب الى اكبر واحد المكتب المدير السابق وقف وانتهى عمله مشكور جزاه الله خير احنا بدانا من حيث وقفوا بإذن الله سوف نستمر وسياتي منه بعدنا وسيكمل مشاعرنا باذن الله، نحن باذن الله لا نعد بما لا يمكن ان نوفيه، سوف نعد بما نستطيع عليه ونقدر عليه، الوعود الزائفه والكاذبه لا يمكن ان احنا ان احنا نقدمها لشبابنا ولمجتمعنا حتى لا ياتوا فيما بعد يقولوا هذا فعل فاضح وهذا انسان كاذب، لا نحن نقدم اللي نقدر نقدمه لشبابنا بكل شفافيه، ما نقدر نقول ما نستطيع، يزعل ما يزعل يرضى ما يرضى هذا شيء رايح له، لكن لابد ان نكون انا مقتنع انه سوف اقدم له شيء، يا اخي ياتوا اليك بعض الناس يقول لك بعض الرؤساء الانديه يقول لك انا نادي كذا نادي كذا نادي اوكي انت كل الانديه محل اهتمام مكتب الشباب الرياضه لكن وجب علينا ان يكون هناك اولويات فهناك انديه ما عندها مقرات وهناك انديه ما عندها ملاعب وهناك انديه فلازم تكون هناك ترتيب لل, لل... للانديه وفق خطتك تاكيد ال... ال... لديكم خطط لهذا نعم. نحن نعمل على ذلك ان شاء الله في الخطه القادمه ان شاء الله سوف تبنى الكثير من المقرات للأندية وسوف تبنى الكثير من المنشآت الاستثمارية للأندية الله إن شاء الله يوفقنا نحن وييسر لنا أمورنا إن شاء الله أنا بصراحة سعيد جدا بالعمل المتناسق ما بيننا وبين السلطة المحلية في المحافظة على رأس الأخ المحافظة اللواء ركن من بحسني وكذلك في السلطة المحلية بالوادي بمثلة بالأخ الوكيل عصام حبريش الكثير وزملاء أو في السلطة المحلية الأستاذ عبد الهادي التميمي وكل وكل الوكلاء يعني صراحة بحكم الأستاذ عبد الهادي قريب منا مختص بشؤون الشباب على مكتبنا المشرف المباشر كنا على تنسيق مسبق وتنسيق يعني متناغم جدا لنقدم شيء يعني اقولها بكل صراحه ليس رياض الواحد الجهور هو الوحيد ال ال الذي يقدم كل شيء للشباب الرياض ولكن هناك سلسله من الاشخاص والنجاحات والانجازات هناك بتاكيد. سلطه وهناك هرم نبدأه من الاخ الوزير الاستاذ في البقري الاخ المحافظ الاخ الوكيل وكل المساعدون على هذا ها نمشي وباذن الله نحقق غاياتنا ومرادنا في خدمه شبابنا ومجتمعنا جميله هذه الشفافيه وايضا والتعاقب الجميل والسلس في النجاحات والانجازات. استاذ رياض المواهب الناشئه والشابه الجديده هل هناك توجه ما هو توجهكم في هذا الجانب بضخ دماء جديده للملاعب وللانشطه الرياضيه؟ اولا اخي الكريم طبعا نحن حتى نكون واقعيين الاساس طبعا من المدارس نحن ان شاء الله نعمل على شراكه مع مكتب وزاره التربيه والتعليم واللي هو باذن الله سوف نكتشف المواهب ونصقلها من هنا هنا البدايه ليست البدايه من النادي البدايه من المدرسه تفعيل النشاط المدرسي هو واجب علينا وعلى اداره التربيه لنكتشف منهم المواهب الذين سوف نستفيد منهم في الانديه لانه اذا ما فعلنا النشاط المدرسي لن تكون هناك مواهب اللي بيجي بيلعب في النادي واللي بيكون يعني خلاص يبغونه قد جاهز كيف بيكون جاهز؟ لازم هناك قبل من المدارس من المدارس نحن الان فعلنا ان شاء الله يعني بل يعني عملنا وانا اقول فعلنا لانها يمكن تكون سابقه ولكنها توقف عملنا الان على تفعيلها لاجل ان نكتشف تلك المواهب نهتم بالشباب والشابات لا نقتصر فقط على الشباب ولكن هناك شابات في في جانب معين في الجانب الثقافي في الجانب الفكري ليس ليس مقتصر على الرياضه لا انا اقولها صراحه مكتب وزاره الشباب والرياضه بوادي وصحراء حضرموت لسنا مقتصرين على الرياضه نحن نهتم بشبابنا في جميع توجهاتهم ومجالاتهم الرياضه جزء من اهتمامات واولويات الشباب لذا لازم نحن نهتم بجميع الشباب عندنا المبدع عندنا المتميز عندنا الرسام عندنا كل 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 المجالات عندنا، اذا اهتمينا بالرياضه فتركنا الباقيين فهذا ما, ما يصح يعني، واجب علينا ان نقف الى جانبهم فهم ابناؤنا جميعا، الحفاظ عليهم وصقل مواهبهم هذا من اولوياتنا. اذا سيكون هناك بينكم وبين مكتب وزاره التربيه تنسيق وترتيب ووضع اليات وخطط لاكتشاف هذه المواهب الجديده. ذكرت انك تهتم بجانب الشباب. يلاحظ عليك استاذ رياض اهتمامك بفئه الشباب وليس الرياضيين فقط كالمهندس عمر ابا دخن وايضا فريق باحثون في الهويه لما هذا التوجه بالذات؟ طبعا هو توجه مش المفروض انه الرياضي الكل يعني يهتم بهذا الامر المهندس عمر بادخن مهندس حاصل على جايزه عالميه يعني ابطال الارض الشباب التي اقيمت في الامم المتحده في كينيا وكنت مرافقا معه في تلك في تلك الايام ووقفت الى جانبه كشاب حضرمي يجب ان نسعى له ونبحث له عن الدعم حتى يصل الى طبعا عمر بادخن قد حقق من غير رياض انما رياض عامل مساعد له حتى يوصل الى مبتغاه من ذلك اليوم الى اليوم احنا الى جانبه وسنبقى الى جانبه وكذلك باحثون في الهويه فريق باحثون في الهويه الذين كانوا في في مصر كنت معهم طبعا انا اسعى لهم اقولها بكل صراحه انا اسعى سواء عمر بدخن او باحثون في الهويه او غيرهم مجرد مساعي مني فقط اما هم هم المميزون هم المبدعون هم أنا عامل عامل مساعد لهم انا ما, أنا ما اضفت شيء لا لم اتي بافكار لم اتي باختراع جديد احطه في راس عمر بعدخن ولا احطه في شباب بحثون الهوية لا انا بس مجرد عامل مساعد لنوصلهم الى مبتغاهم طريق عبور بس فقط معاهم ومع غيرهم من شباب وادي وصحراء بل حضرموت عموما انا كنت مستشار مع الاخ المحافظ وهؤلاء لما كنت مستشار مع الاخ المحافظ انا باذن الله يعني سوف اكون الى جانب جميع شبابنا سواء في وادي حضرموت او في غير وادي حضرموت اقولها بكل صراحه وليس يعني متخفي عن هذا الامر ياتونا كثير للامانه من هنا من المكان لك تواجدي لو اقول لك يعني ما تقول تبارك يعني اشياء كثيره لكن لا يمكن ان نعلن يعني عن كل صغيره وكل كبيره ملف تحمله خطاب توديه تجيب لك توجيه من هنا تدعم من هنا دعم مالي من هنا تذاكر من هنا لا لا يعني كل ابناء حضرموت عموما نحن حضرموت واحده موحده وكتله واحده لن يكون هناك باذن الله فرق ما بين ابناء الساحل وابناء الوادي هم سياتوا للوادي وسوف نحتضنهم ونحن سناتي من الوادي الى ما سوف يحتضنوننا كلنا نعمل بروح الفريق الواحد لخدمه حضرموت ومصالح حضرموت ولن تبنى حضرموت الا بشبابها وهو اساس دي. هو اساس بناء الامم والوطن الشباب اذا ما اهتم لهم اذا ما اهتمنا لن يكون هناك عمل ولا مستقبل لبلادنا أمر بادخن وباحثون اهلاويه وغيرهم باذن الله نحن منهم واليهم سوف نكون إليهم دائما ابدا و... وتسعدنا يعني انا اقولها بكل انا افتخر ان اخدم اخدم مجتمعي وشبابنا ففي قضاء حوائج الناس امر عظيم وهذا ما قالته الشريعه الغراء. جميل جميل هذا التوجه الذي تقومون به وبالتاكيد الشباب بحاجه لهذا المساند وهذا الداعم لربما هناك بعض الشباب لا يحتاج الى دعم مادي او ما شابه يحتاج الى سند ووقوف بجانبه دعم معنوي. مشاهدينا الكرام سنطلع وياكم فاصل قصير ونعود اليكم. مشاهدينا الكرام عدنا واياكم ولا مع ضيف حلقتنا هذا اليوم الاستاذ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب الرياضه بوادي وصحراء حضرموت. استاذ رياض بالتاكيد لكل عمل معرقلات او مشكلات ربما بسيطه او كبيره. ابرز هذه المعرقلات خلال فتره عملكم كمدير عام مكتب الشباب الرياضه. طبعا اخي العزيز لا يخلو اي عمل من المعرقلات هذه طبيعيه جدا ومشاكل نواجهها دائما في كل يوم سواء كان في المكتب او حتى في الطريق حتى في الشارع رضا الناس غايه تدرك طبعا لكن باذن الله بالاصرار والعزيمه سوف نتغلب عليها طبعا انتم على درايه كامله في الوضع الاستثنائي التي تمر بها يمر بها البلد في الحكومات ومن الحكومات من الموازنات والموازنات والدعم وما ادراك ما الدعم هذه طبعا كلها يعني ليست المأمولة ولكنها بصراحة يعني نحن بالنسبة لنا في مكتب وزارة الشباب والرياضة والوادي الصحراء يعني وقوف يعني وزارة الشباب والرياضة إلى جانبنا وكذلك وقوف السلطة المحلية نتكلم عن السلطة المحلية مثل الأخ المحافظ والأخ الوكيل وقوف صراحة يعني تجاوزنا العراقيل بشكل غير طبيعي ولكل عمل طبعا، لكل عمل هناك عراقيل ولكن الاهم ان كيف نتغلب عليها وكيف نتجاوزها حتى باذن الله نرتقي بعملنا ونرتقي بمكتبنا ونرتقي بشبابنا ومجتمعنا وانديتنا يعني واتحاداتنا. لا يخلو العمل من العراقيل ولكن باذن الله سوف نتغلب عليها في قادم الايام. باذن الله. استاذ رياض بالتاكيد العراقيل كثيره ولكن جهدكم واضح وملموس على ارض الواقع. أه كلمة حاب توجهها عبر قناة حضرموت الرسمية أه حقيقة أولا أنا سعدت في هذا اللقاء في قناة حضرموت والطاقم الإداري المتكامل والمتجانس وبقيادة الأخ العزيز مجاهد بن علي الحاي سعدت بهذا أولا المبنى الرائع الذي زرته يوم أمس كلمة لجميع شباب حضرموت بشكل عام طبعا لابد أن نكون يد واحدة لنخدم مجتمعنا تدري ليش؟ لان احنا متفرقين لنصل. اكيد. اهم حاجه ان نكون متعاونين متكاتفين يدنا في ايدي بعض، نترك عننا الحزبيه والمناطقيه هذه كلها سر لا تشمل. اتحادنا تماسك. التماسك. السياسه تفرق. وهذا في حزب الفلاني وهذا في حزب الفلاني وهذا في توجه الفلاني. لا نحن شباب. حاليا في المرحلة هذه المرحلة تتطلب أن نحن نقف جميعا إلى بعض البعض،, البعض نترك عننا الحزبيات ونترك عنا المناطقيات حتى نصل بوطننا إلى أجمل ما نطمح إليه، مثل بلدان العالم، كل بلدان العالم لما نسافر يا أخي يحز في النفس يحز تكي. في النفس أن يكون وطنك بهذا، سافرنا كل بلدان العالم يعني أمانة تدمع العين. ولكن باذن الله الوطن سوف تلتئم جراحه وباذن الله سوف يكون هناك تكاتف وتعاون بعيدا عن اي حزبات ولا على حكومه الكفاءات التي شكرت مؤخرا طبعا شاكرين لفخامة الأخ رئيس الجمهورية ثقته في تلك الحكومة هو الأخ الدكتور معين عبد الملك نأمل من الله العلي القدير أن أن يوفقهم في أداء مهامهم وأن نكون أن يكونوا كلهم واحدين لأجل هذا الوطن حتى تلتئم جراحه ونرى وطن آمنا مستقرا مزدهرا بإذن الله بإذن الله تعالى ونحن بالتأكيد سعداء بتواجدك معنا اليوم الأستاذ رياض الجهوري مدير عام مكتب الشباب والرياضة وسعداء بكم أيضاً مشاهدينا الكرام حتى الملتقى دمتم في أمان الله وحفظه